ما نقضي لزومك. المجلس اللي ما يرحب في قدومك لا تجيه، لو كان سقفه عاج والتركي صنع زوليته، حتى ايش لو راعيه يملك بالريال وبالجنيه ما تملكه بعض الدول ملكه وميزانيته. الرجل لا من صار له كلمة وله رأي وجيه، ما غداله في المكان اشداد يحفظ جيده. الرجل لا من صار له كلمة وله رأي وجيه، ما غداله في المكان اشداد يحفظ جيته. استغفرك يا الله من بعض النوايا والوجيه، لاختصهم ضيف مسير شككوا في نيته، لكن على ما قال يا وجه النزيه ابن النزيه، الناس تعرف طيب النية على عفويته. الملتزم بالصمت ما يخطي ولا يخطى عليه، أنا أشهد أن الصمت يحفظ للرجل شخصيته. لا تعطي الهذار وجه ولا تخاوي لك سفيه، لو شاق لك جاهه وطش عقاله وطاقيته ما يطرح الرجال في عيني، عسى الله يهديه غير الكبر لو يفرق بطيبه وفي شكليته، ولا يزود الرجل بعيون الرجال وتشتريه غير الكرم لو تنقد العالم على عقليته. الله ولا من يشذب العرقوب لو ما قال فيه، هذاك لا تلعب على وزنه ولا قافيته، ما هو بشرط عباد ربي ترتضي ما ترتضيه، ما انت بولي الله على آدم ولا ذريته. لا تنشغل بالناس، لا تنشغل بالناس يا ابن الناس فيما هي تبيه، كل له اسلوبه وله طبعه وله حريته.